وانا من هنايا كناشد السيد الوزير كنقول له السي المراوي ان بو دو سوبلاس، راهم وليداتنا هادو، راه خذوهم اللين، راه مطالبهم يعني مشروعه، راه ما كيطلبولكش ليكسترا اوردينير، راه باغين لو بازيك، راه باغين يتفورماو مزيان، راه هما راه حبهم للوطن ولو في انهم دو بون سيتويان وباغين يخدموا بلادهم، علاش عندهم هاد الحرقه وعلاش خرجوا في هاد لو بويكوت؟ لان ما لقاوش واحد الاذان صاغيه وما لقاوش واحد الصاد الرحب اللي غادي يتقبل هذاك لي ريفونديكاسيون ديالهم ويتناقشها معاهم ويحقق لهم المبتغى ديالهم. نتوما عندكم واحد التخوف، تخوف ديال انك تقولوا هاد الوليدات احنا كنكونوهم تنخسروا عليهم الفلوس وتيمشيو للخارج. راه كنقولها وكنعاودها، راكم كتوريو اللعمة ضرب الحجر، راه بهاد التصرفات ديالكم غتكرهوهم في بلادهم وغتدفعوهم باش يمشيو هما للخارج. راه فوزالي اغيفي لو ريزولتا كونتخيغ، راه كلشي غتضربوه في الموان. راه مشكلة هادي، كفاكم تعنتا. شوفوا المشكل لو بروبليم بواحد لوي اللي هي لوجيك. خدموا واحد شويه ديال العقل، خدموا واحد شويه ديال هذا، ما تمشيوش مع لا يد من هي الفوقانيه، لا انا قلت كلمه ما نتنازلش عليها، لا هادي داكشي ديال الدراري الصغار ما عندنا ما نديرو به. راه القضيه ديال انكم تنقصوا عام هكا وتعطيوهم ان ديبلوم اللي هو مبتور، ان ديبلوم اللي هو معاق، ان ديبلوم اللي هو اونديكابي، اللي ما كيتجاوبش مع الـ يعني الـ المعايير الدوليه. راه هادشي راه ما يقبلو حتى شي واحد، راه المواطن العادي اللي ليست له درايه بهذا لو دومين ما غاديش يقبلو. غتقول له غير ان احسن، واش 4500 ولا 8000 ولا 3800 ولا 5000؟ غادي يقول لك لا، راه 5000 و 4000 وهذاك احسن من هذا. هذا غير المواطن الدريري الصغير غادي يجاوبك هذا الجواب. وكفاكم استحمارا للامه عباد الله، وبارك عليكم، بارك من هذا التعنت، بارك من الاستهتار، بارك من انكم تشوفوا دائما نتوما هما السلطه العليا، نتوما هما اللي كتعرفوا كل شيء وبنادم الاخر ما كيعرف حتى حاجه. راه هذا الشيء ماشي معقول. وهاد المساله ديال احنا يسمحنا للموقوفين، احنا غنحيدوا الاصفار، احنا الطلبه ما خرجوش على هذا الشيء. هادو نتوما عقوبات نزلتوهم على الممثلين ديال الطلبه، لا لشيء الا لانهم وصلوا الصوت ديال خوتهم، انه كان واحد النظام. واش بغيتوهم يهضروا كلهم؟ واش نتوما كدعيو للعشوائيه، كدعيو للفوضى؟ خليوهم منظمين، خليوهم مأطرين، راه ما كيديروا والو، راه هما سون دي بورت بارول، راه كيديو الهضره من لاباز ليكم نتوما، راه هما صله وصل ما بين القاعده وما بين المسؤولين. هذا الشيء اللي كاين، تيتحاوروا وتيرجعوا لهم الخبر، وراه القرار الاول والاخير ديال الطلبه. مواكبين هاد المسيره ديال وليداتنا، مواكبينهم ومطلعين على ملفهم المطلبي اللي هو ملف يعني مشروع، ملف ما كيطلبش شي حاجه خارقه للعاده بقدر ما كيطلب جوده التكوين ديالهم. الوغ وهاد جوده التكوين كتكمن في الرفض ديالهم القاطع لتقليص عدد السنوات ديالهم ديال لا فورماسيون. بيان سور حنا عارفين الورش الملكي، الورش الملكي على راسنا من الفوق، عارفين بان المغرب فيه واحد الخصص كبير ديال الاطر الطبيه، اه، ولكن واش بتكوين اطباء ناقصين وغير اكفاء وتحيد لهم واحد العدد ديال الساعات من سين بان ديالهم غادي تحل المشكل؟
لا، المغربي، المواطن المغربي محتاج للطبيب، محتاج للطبيب كفء اللي غادي ياخذ على العاتق ديالو الصحه ديالو، ماشي طبيب اللي محيدين له عام ديال لا فورماسيون. السؤال اللي مطروح هو علاش هاد الحيف اللي طال هاد لي 5 بروموسيون من لا بروميير اني حتى لا 5 اني؟ علاش 6 اني و 7 اني عندهم تكوين ديال 4500 ساعة، لا بروموسيون اللي ماجية اللي غادي تدخل هاد العام عندهم علاين 5000 ساعة، وهادو خليت لهم 3800 ساعة، يعني انهم غادي ياخذوا واحد لو ديبلوم اللي ما كيتجاوبش مع المعايير الدولية ديال لو ديبلوم. علاش 7 شهور هادي وهما جالسين؟ واش حسابكم حنايا كآباء عجبنا الحال؟ هما كطلبة واش عجبهم الحال؟ هما اللي منعوتين بالجدية وبالمواظبة راكو كلكم على بينة من لي غولوفي نوت ديالهم كيفاش دايرين. واش اللي ما عمرو جاب صفر في حياته جاب عطيتوه ليه؟ واش هذا يعني واقع زوين؟ حنايا عجبنا الحال بحال هكا؟ هادشي المهم حنايا كآباء ما باغينش هاد لا سيتوياسيون. كيهدوا بسنه بيضاء، سنه بيضاء حنايا ما كتخدمش لا للدوله ولا الطلبه ولا حنا كآباء ولا المواطن المغربي ولا المريض المغربي ولا حتى شي حاجه، حتى حد ما مستفد منها. الوغ علاش اللي ما نجلسوش سيريوزمون على طاوله الحوار ونحاولوا نلقاو حلول فعاله باش نحبسوا هاد ليموراجي، هاد الاحتقان اللي كاين؟ تفتح باب الحوار، كنتسد باب الحوار، طالبنا بالحوار يتفتح. وليداتنا جو بارلو نون دي زيتيديون بيان سور، حليتوا باب الحوار، تعطاو شي مقترحات، الطلبة رحبوا بهم، غير هما طلبوا بالتجويد ديال بعض المقترحات وبالتوضيح ديال شي مقترحات وحدين اخرين، الوغ كو بيان كيتفاجئوا انهم سديتوا عليهم داكشي كامل. ملي رجعتوا، ملي رجعوا باش يجلسوا معاكم في باب الحوار في طاوله الحوار، ان هادشي ما بقاش. علاش؟ علاش الناطق الرسمي باسم الحكومه خرج المخرجات اللي هي كانت يعني ترحب بها، والسيد الوزير انه بحال لغاها؟ وهاد الشيء راه ما تيخدمش، هاد الشيء راه ما تيبغيه لا ربي لا عبدو كيف ما تنقولوا. داكوغ الوغ كاينين وساطات، كاينين لجأنا حنا كآباء الوسطاء برلمانيين، ولكن دائما كيبقى مربط الفرس، وكتبقى ديك العقدة ديال المنشار هي ديال 6 7 ans. هذيك 6 7 ans اللي تيسميوها هما إصلاح. واش إصلاح بهذا المعنى اللي ليس له في الإصلاح إلا الاسم؟ واش إصلاح تيضرب لا فورماسيون ديال الطالب؟ راه لا يعقل. حنا عندنا الإصلاح، الإصلاح راه كيجود، الإصلاح راه إل أميليور ماشي تيفسد.